كان الماضي جدا خطر. A petición de algunos de nuestros suscriptores, nos han estado pidiendo que subamos el último video del explorador de Jordania Hassan, un sujeto que se dedica a investigar lugares embrujados y plagados de jinns, seres espirituales. En esta ocasión, decidí visitar la casa de la bruja, en donde, en mismas palabras de Hassan, la habita una niña cuyo hijo estaba encantado. Espero que la mires de principio a fin. Esto es la dimensión oscura. Empezamos. طبعا تحياتي اخوانك والحب والاحترام. طبعا اخوان اليوم اخوان اهل المنطقة قالوا انه في واحدة بتيجي هون على المكان بس مش عارفين شو هو هاي الوحدة. طبعا في صوت. طبعا دعواتكم معنا اخوان، كل واحد بلاحظ اشي سكرين شوت ويبعت لي اياها. في حد هون؟ في حد؟ مين انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت اللي مين؟ طب انت شو بتعملي هون؟ انت مين؟ طب ممكن اشوف وجهك بس؟ لا. طب ليش انت شو قاعده بتعملي هون؟ كيف دارك هاي وبيت مهجور؟ مش مهجور. طب انت مين؟ شو بتعملي هون بمكان زي هذا مهجور؟ انا كيف دارك؟ سؤال بس. طب بدي اشوف وجهك في مجال بس؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب فيكي شي عمو انت؟ لا. طب ايش هذا اللي بايدك؟ ايش هذا؟ طب هو شو هذا اللي بايدك؟ بس اعطيني شو. لا اله الا الله، ليش ما امسك؟ طب اشوف وجهك بس. اشوف وجهك. خلينا اشوفه. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعالي معي، بدي اخذك معي. طب شو لابسه بجلك هذا؟ ايش هذا؟ انت شو قاعد بتعملي هون؟ قاعد بدارك. طب دارك، بعرف انها دارك، بس انت شو بتساوي؟ طب تعالي بدي اساعدك، بدي اخذك معي عندي على البيت، عند امي، تعالي. والله بدي اخذك عند امي، ما تخافي. لا. انا بدي اساعدك. لا. اخواني شوي وبرجع لكم. طب امو تعالي، قومي. لا. بس قومي تعالي. لا. طب خليني اشوف وجهك بس. طب ارفعي شعرك. طب شو اسمك انتي؟ الك اسم؟ لا. طب وين ابوك وامك؟ جوا. وين جوا؟ وين؟ ما بتحكي اصلا. ابوك بيضربك؟ طب ما فيش حدا هون، فيش حدا في المكان، كيف بيضربك ابوك؟ انا اسمي حسن بربر، مستكشف اماكن مهجوره. ولا ايش هذا المكان؟ يعني كيف دخل عليه انا طول ما هو مش مهجور والابواب والحيطان هيك؟ كيف؟ دارك. كيف دارك؟ كيف دارك انت؟ طب تعالي معي قومي. لا 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 اله الا الله. انا حابة اساعدك. لا. والله العظيم حابة اساعدك، تعالي. لا لا اله الا الله. طب تعالي معي قومي يا عمو. لا. قومي. لا. طب تعالي معي. طب اشوف وجهك يا عمو. طب اجيب حدا يساعدك؟ طب ابوك وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حاس في اشي غريب في المكان يا اخوان والله. طب قومي تعالي. لا. بدي اخذك عند امي على البيت.
اسمع والله العظيم في اصوات يا اخوان، في اصوات اطفال في المكان، بس شو الاصوات هاي مش عارف. طب انت كيف داخلي هون؟ انا بدي اساعدك. دارك بعرف. طب دارك وهي داري، شو بتعملي في داري؟ طب انا بدي اساعدك والله العظيم. قومي يا حبيبتي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هاي كيف تحركت هاي؟ اختك؟ اختك هين معقول؟ بسم الله بسم الله. ما فيش حدا يا اخوان، والله العظيم ما في حدا. أنا بدي أخذك معي، تعالي يلا. بسم الله. طب فيك إشي أنت مريضة؟ إشي في إشي أنت مريضة؟ إشي شو الصوت هذا؟ في حد؟ في حد معك؟ مين معك؟ طب شوف وجهك ممكن. في حد معك ولا ايش؟ طب يلا قوم. حكيت لك انا بصور في اماكن مهجوره دائما، انا مش انه فايت على البيت. كيف دارك وانت هون يا عمو؟ انت قديش عمرك؟ طب شو اسمك؟ انا بدي اشوف وجهك بس. بسم الله اخواني، انا بديش والله العظيم انا خايف. طب يلا قومي تعالي. في حد؟ اخوان مش فاهم يعني. قومي يا عمو يلا. يلا قومي يلا قومي. خلص 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 خلص. أنا مش راح، مش جاي أذيك والله، جاي أساعدك. طب هي طلعي حالتك، كيف موسخك؟ طب فرجيني وجهك بس، باكر أهلك شافوا حالي يعني. بسم الله. خلص أنا مش عمل لك إشي والله العظيم، مش راح أعمل لك إشي. ترجع تقعد محلك؟ طب تعالي، مش راح أعمل لك إشي. خلاص خليكي قاعدة، أطلع أنا. بسم الله. في صوت برا. يلا يا حبيبتي يلا تعالي. مش عارف وين راحت. دبها هون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان شكلها طلعت برا، بس انو باب طلعت منه مش عارف، بعد ما ضربت في الماسوره وهيك مش عارف. بسم الله بسم الله.
أخوان المكان ماضي جدا خطر. اسمع، في صوت، والله العظيم في صوت. اسمع أخوان، مكان مخلي تماما، ما فيش. هذا مسكر. الدب هذا قصة يا أخوان، وحياة الله. وين راحت هاي البنت؟ زد يا اخوان، انا كثير مضغوط والله العظيم، مش عارف شو بدي احكي لكم. انا خلينا نشوف اذا في شو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني كثير مضغوط، راسي بوجعني جدا. بسم الله. اخوان البنت هاي شكلها مسحورة، شكله عليها سحر، وسحر جدا قوي. تحكي لي اختي معي. اخوان انا شفت وجهها صراحة، ما رضيت اصور وجهها يا اخوان، صراحة انه الله يستر الولاية. اخوان الدبدوب اختفى، البنت اختفت، مش عارف. انا متأكد ان البنت هي مسحورة يا اخوان، حياة الله. في صوت عياط. انت هون؟ مين هون؟ رجعتي؟ اخوان بدي اياها تكون ماسكة مسحورة ولا ماسكة اشي تروح تغطرني. الوضع صراحة. انت هون؟ بسم الله. والله اسمع 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 في صوت، وحياة الله يا اخوان. والله اسمع 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 في صوت، وحياة الله يا اخوان. من وين طلع الصوت؟ بسم الله. المهم يا اخوان انا كثير تعبت، انا لازم اطلع بعد الضرب اللي اكلتها يا اخوان، مش قادر اكمل. نرجع له في يوم تاني يا اخوان، نرجع نمسكها كمان مرة البنت هاي، رايحين نرجع له خلال اسبوع. حضر راح ارجع له يا اخوان. فالمهم يا اخوان، رايحين نعمل لايف على الانستغرام، تمام؟ الكل يجينا على اللايف على الانستغرام بعد نص ساعة، بعد ما نوصل البيت الجميع يستعد لللايف يا اخوان. هسه بنزل اسم الانستغرام، الكل يضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان ايش يا اخوان؟ نعمل لايف ونحكي ونشوف شو بده يصير معنا. تحياتي لكم، دير بالكم حالكم، كلها بالاحترام لكم. بعد نص ساعة بنشوفكم في اللايف. ¿Qué opinas de esta exploración urbana? Muy aterradora. Quedan muchas interrogantes en el aire. ¿Quién era esta chica? ¿Era una persona o era un jin? ¿Para dónde se fue? Ni el mismo Hassan lo sabe. Esperemos que haya más visitas aterradoras a este lugar. Estaremos muy al pendiente. Queremos agradecer a todos los suscriptores que nos recomendaron este video. Esto fue La Dimensión Oscura. Que pases muy buena noche. Y hasta la próxima.